والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. مرنا إيهاب والتفاصيل الأخرى. مرنا، شكراً لكما محمد وسحر، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين. وقال المصدر إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022. أكد وزير البترول طارق الملا أن المشروعات البترولية الجاري تنفيذها مثل توسعات مصفاة تكرير ميدور ومجمع إنتاج السولار بأسيوط ومجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بالبحيرة تتجلى أهميتها في كونها ركيزة أساسية في تنفيذ مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد. وأضاف الملا خلال اجتماع باللجنة العليا للمشروعات بالقطاع أنه يجب الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات وفقا للبرامج الزمنية وتذليل التحديات الطارئة خلال التنفيذ. تشهد العاصمة الإدارية الجديدة انعقاد معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار خلال الشهر القادم، ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي وبحضور دولي كبير. وسيشهد المعرض هذا العام مئات الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، ومن المقرر تنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية وعقد محاضرات لكبار الخبراء في مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجي والملكية الفكرية. في إطار حرص الدولة على تخفيف عن كهل المواطنين، أعلن محافظ بني سويف محمد هاني عن إقامة 40 شادراً لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وأوضح المحافظ أن المبادرة تمتد إلى داخل 40 قرية كمرحلة أولى بالتنسيق مع الجهات الشريكة والغرفة التجارية ووزارة التموين. احنا نقدر نقول شغالين من فترة كبيرة على الشوادر في المدن، وده بالفعل الحمد لله عامل حالة من الرضا إلى حد ما عند الناس نتيجة إن في تسابق على توفير السلع بأقل سعر، ولكن وجدنا إن الارتفاع الفعلي للأسعار بيكون في القرى، فوجهنا إن بداية يبقى عندنا في 40 مجلس قروي اللي عندنا يبقى عندنا شوادر موجودة في هذه 40 مجلس قروي كمرحلة أولى. طبعا ده بالتنسيق مع كل الجهات الشريكة وأهمها طبعا الغرفة التجارية ووزارة التموين علشان نقدر نوفر الخدمات والسلع للناس بسعر منافس يقدر يظبط السوق مع الوقت. والأهم من كل ده إن احنا نشعر المواطن إن الدولة معاه وفي ظهره، بتواجه معاه الأزمة اللي بتواجه العالم كله، ما بتسيبوش لوحده وبتحاول إنها توفر له السلع في الوقت. الحمد لله ما فيش سلعة نقصت، لكن كمان احنا بندخل دلوقتي إن احنا نحاول نظبط السعر عن طريق المنافسة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط أحجام تداول مرتفعة. وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.13 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.25 ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة.
أكدت شركة الطاقة الروسية غازبروم بأنها تجاوزت المستوى اليومي المتعاقد عليه من إمدادات الغاز إلى الصين يومي 1 و3 من شهر يناير الجاري، مسجلة رقما قياسيا جديدا. وأشارت الشركة إلى أن عام 2023 سيشهد مستويات تاريخية جديدة لصادرات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب غاز باور أوف سيبيريا. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وسحر. شكرا لك ميرنا.